الحمد لله المنتخب الوطني المغربي تأهل لربع النهائي على حساب المنتخب الليبيري، تفوقنا نتيجة وأداء، فهذا الفوز هذا كنبغي نهديه لجميع الجماهير المغربية اللي تابعونا. فالحمد لله يعني أن النتيجة هذه ما جاتش من فراغ، يعني جات بعد واحد الجهد الجاهد اللي قام به الطاقم التقني والجامعة الملكية المغربية لرد الأشخاص في وضعية إعاقة، اللي وفرت مجموعة من التربصات داخل المغرب باش يعني إن شاء الله يكون هذا المنتخب في هذا المستوى هذا. فيعني أن احنا تعرفنا على المنتخب اللي غادي نواجهه في الربع النهائي هو صاحب الارض، هو المنتخب المصري. فيعني شفنا لي ماتش ديال مصر، فيعني ما نستهنوش بالخصم ان شاء الله، احنا كنجريو ماتش بماتش، هذا اللي كيعمل عليه الطاقم التقني، وان شاء الله نتفوقوا على 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 المنتخب المصري ونمشيو الى ابعد نقطه. اليوم في المقابله الثانيه ديالنا في المجموعه الثانيه امام المنتخب الليبيري، المقابله اللي كانت صعيبه صراحه بسبب المشاحنات اللي حول المنتخب الليبيري انه يدخل معنا في واحد الصراعات ثنائيه وبعيده عن كره القدم. الحمد لله استطعنا ننتصروا رغم الصعوبات، 5 أهداف مقابل شيء، عزنا الانتصار اللي انتصرنا الامس، وتعزنا دابا صداره المجموعه الثانيه ب6 نقاط بعد انسحاب المنتخب السنغالي. ان شاء الله بعد غدا ان شاء الله غيكون عندنا مقابله امام المنتخب المصري اللي هو داز ثاني المجموعه الاولى. كنا بغينا نتفاداو المنتخب المصري صراحه في ادوار المنتخب ديما انه البطوله على الارض ديالو، مي ان شاء الله الكره هي هذه اللي كسبات البطوله، خصها تواجه فرق مزيانه في الديبي. دونك ان شاء الله نرتاحوا اليوم ان شاء الله، وغدا نستعدوا للمقابله ديال الدوري المغربي يوم الاربعاء. انا اليوم كاين انا في ملعب بيتروسبورت في القاهره، كنشجع ولاد بلادي، خوتي ولاد بلادي، الفريق المغربي ديال الساق الواحده اللي فعلا فرحونا اليوم. انا اول مره كنحضر الماتش بحال هكا، وفعلا يعني ما غاديش تكون اول مره، ماشي تكون اخر مره، لا غادي تكون ديما، لان ماتش زوين زوين بزاف، حتى وليدات يعجبهم الحال، حتى من الدراري معنا صغار مصريين فرحوا وعجبهم الحال، فالله يعطيهم الصحه وشكرا لهم حيت فرحونا، وشكرا لديك النفس المغربيه وديك تا مغربيت اللي عندهم وداك الحماس اللي كان عندهم، فمبروك عليهم، مبروك علينا، والله يوفقهم ديما، وان شاء الله الفينال المغربيه.